النهارده عملت فراخ بالشعريه وزوقت الطبق بالكزبره الخضراء، جربوها بقى وقولوا لي ايه رايكم، ولايك للفيديو واشتراك في القناه. معاكم وصفه سهله وبسيطه خالص. هنعمل فراخ بالشعريه، هنحتاج لها ايه؟ هنحتاج لها هنا كوبايتين شعريه، وهنا كزبره خضراء، وهنا انا مقطعه بصلتين صغيرين مفرومين، وهنا قطع الفراخ الصغيره كده، قطع البانيه صغيره خالص. وهنحتاج معلقتين ملح، 3 معالق زيت كبار. هنا التوابل بقى بتاعتي، تحطي بقى مثلا توم باودر، بصل باودر، قرفه، بابريكا، وفلفل اسود، وجنزبيل، وكزبره ناشفه، وهنا لورا باودر. انت بقى دي التوابل اللي انا هحطها، انت بقى يا حبيبتي تحطي مثلا التوابل اللي انت عايزاها، يعني ما تتقيديش بالتوابل بتاعتي، اللي عندك حطيه. يلا بينا هنبدا. هنا حله على النار فيها معلقتين سمنه ومعلقه زيت كبيره، هنستنى تسخن بس شويه. خلاص سخنت، هنضيف الفراخ دلوقتي، قطع الفراخ. خلاص اديناها تشويحه، دلوقتي هنضيف التوابل اللي قلنا عليها. التوابل دي نص معلقه من كل حاجه اللي قلنا عليها. دلوقتي هنحط البصل على الفراخ ونقلبه دقيقتين كده. خلاص كده شوحنا الفراخ مع البصل ومع التوابل اللي حطيناها، مش هنحط الملح دلوقتي. هنقوم حاطين هنا 3 معالق زيت ونبتدي نشوح بقى في الشعرية كله في حلة واحدة مع بعض. احنا اديناها تشويحة بس مش هنحمرها، يعني يدوب لونها غير شوية بس. هنضيف دلوقتي على كوبايتين الشعرية كوبايتين مية او شوربة اللي عندك، انا هضيف كوبايتين مية عليه. دلوقتي هنضيف الملح، دول معلقتين، اظبطي الملح بتاعك زي ما انت عايزة بقى، هوطي عليها بقى وتستوي براحتها.